بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم يا أخي، أوقف، ماذا أخذنا؟ نعم، تمجكونين، ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ أخذنا المسائل الأربع، ما هي؟ العلم والعمل والدعوة والصبر. تعال هنا. نعم. طيب الأخ يقولون تمسوما نيني كوي درس اليوبيتا أسيما تمسوما مسائل الأربع أكاتاجا علم نامتيندو ندعوة نكون صبرا. نعم، أوقف، أنت أي نعم، لا تتكلم. نعم، ماذا أخذنا؟ لم يكن جاء متأخر. جاء متأخر، تقدم هنا. طيب جون بيلي. نعم، أي نعم، أخذنا المسائل الأربع غير المسائل الأربع. لماذا ندرس التوحيد؟ تمجكوها قوانين تصوم التوحيد. ولماذا ندرس الأصول الثلاثة؟ قوانين لصوم أصول الثلاثة. وما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ زيب أصول الثلاثة غفوبي والثمرة نام توندا والفهرس فهرس الكتاب. من يذكر لي فهرسة الكتاب؟ قلنا هذا المتن يحتوي على أقسام خمسة. ناني أتكي زنغمزيها فهرس الكتاب ويجي. نعم، ما هي؟ نزيب المسائل الأربع، مسائل منة، والمسائل الثلاثة، مسائل متات. لماذا ندرس التوحيد؟ وانين رسوم التوحيد، شرح الأصول الثلاثة، شريعة أصول الثلاثة، والخاتم. الله يفتح عليك، ما شاء الله، خاتم يا كتاب. نعم، إذا ما هو الدرس الآن؟ المسائل الثلاثة. نيبي درس يساسيبي تكون مسائل الثلاثة. قل لي هذا، يترك الكتابة، لا تكتب، انتبه. إذا الدرس الآن في المسائل الثلاثة، درس أساسيبي تزنقمزيها كوني مسائل الثلاثة. هل المسائل الثلاثة هي الأصول الثلاثة؟ هي مسائل متات لزو أصول تات. لا، سيفو، الأصول الثلاثة أسئلة القبر. أصول الثلاثة أصول تات لمسؤالة قبرين. نعم، المسائل الثلاثة ما هي؟ مسائل متات نياب. المسألة الأولى إفراد الله بتوحيد الربوبية وبالأسماء والصفات. مسألة كوانزا نيكم بوكيشا الله سبحانه وتعالى كون التوحيد يا الربوبية، توحيد يا فالمواكي الله سبحانه وتعالى. لا، اترك التعريف، فقط توحيد الربوبية والأسماء والصفات. توحيد يا الربوبية نتوحيد يا أسماء والصفات. نعم، المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الألوهية بالعبادة. مسألة يبيلي نكون بكيش الله كوني عبادة. نعم، المسألة الثالثة البراءة من الشرك وأهله. مسألة يتاتو نكون يكمبالي نشركين وشركين. هذا هو الدرس الثاني. هي اللي درس يبيلي. من يعيد لي المسائل الثلاثة؟ ناني أتوزع كوريكيش أكسيما مسائل الثلاثة. المسألة الأولى الربوبية والأسماء والصفات. توحيدي يا الربوبية نا مجينا يا الله سبحانه وتعالى صفة ذاك. المسألة الثانية توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة. مسألة يبيلي نكون بوكيشا الله كن عبادة. المسألة الثالثة البراءة من الشرك وأهله. مسألة تاتو نكوجيك أمبالي نشركي كذلك نوشركين. نعم، إذن هذه هي المسائل الثلاثة. هاي ديو مسائل متاتو هي غير الأصول الثلاثة. إيزو سيزيل أصول الثلاثة. نعم، ذكرنا في الدرس الماضي أنه قد يسألك إنسان يقول موحد. تمسيو تاجا قدك درسا اليوبيتا كم بمتو أويزا كوليزا جيويني موحد. تقول نعم أنا موحد. سمنيو ميميني موحد. ما هو التوحيد؟ توحيد نيبي. من يعرف؟ ناني أنا يجوا. اللي يعرف هو موحد. أنا يجوا إيه موحد. والذي لا يعرف هذا لا يعرف التوحيد.
إلي أمباي هجوي هو هجوي التوحيد. إذا معناه أنه ليس بموحد. وإذا معناه كتقوي سي موحد. من يعرف التوحيد؟ اللي يعرف التوحيد هو الموحد. نان يعني جوا توحيد. التوحيد هو إفراد الله. توحيد نيكم بوكيشا الله سبحانه وتعالى. إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. أمور خاصة بالله ما يشارك في أحد. نيكم بوكيشا الله سبحانه وتعالى. جويا كوني عبادة يعني ما مبا يقوم بها وسيشي. إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نيكم بوكيشا الله سبحانه وتعالى كمان بأباني خاصة يكي ويكيمو فالمواكي نا معبود بكياكي نانا مجينة ياكي الله سبحانه وتعالى صفة. إفراد الله سبحانه وتعالى تعطل اسحبوا في يدك وخلاص الحمد لله. طيب إذن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيدي نيكم بوكيشا الله سبحانه وتعالى قوي الإمام بمبايو ني خاصة قوكي كوي من يفلمواك نا كمعبود بكياك نانا مجينا ياك نصفة. نعم، وهذا فيه أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نهي كتك تعريف يونيشا كم بالتوحيد ميغوانيكا سيموتات. توحيد الربوبية. توحيد يوفلم واكي الله سبحانه. ما هو توحيد الربوبية؟ نيبي توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. ني كمبوكيشا الله سبحانه وتعالى كني متندو ياك أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير أو كمبوكيشا الله بكي ياك كماندي من يكومبا نندي من يكو اندشا مامبو كذلك بالخلق والملك نوميلكي كماندي من يكوميلكي والتدبير خلق وملك وتدبير وكذلك كواندشا جي أو كبتشا مامبو. يعني إما أن نقول إفراد الله بأفعاله أو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. إما تسمي كما نكون بكشة الله كني ما تندوياك مني أو تسمي كما نكون بكشة الله سبحانه وتعالى كني كومبا نكني كمليكي كذلك أنا كني كونديشا ما أبغى إني كبيتيك كني ولمن. الثاني توحيد الألوهية. يامبو لبيلي توحيد يا ألوهية. توحيد الألوهية هو توحيد العبودية توحيد العبادة. توحيد الألوهية نتوحيد يا عبادة يولي وتوما ومجا كما إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد نيكم بوكيش الله سبحانه وتعالى كني متندو يا واجا أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو كم بوكيش الله كني عبادة. الثالث توحيد الأسماء والصفات. يوان تتاتوا لتوحيد الأسماء والصفات. إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى ووصف به نفسه. كم بكيش الله سبحانه وتعالى قيالي أليوهيتا أو مجسف مويه سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الأسماء والصفات ما يمكن أن نأخذها إلا من الكتاب والسنة الصحيحة. يالي يجسفنا يلني القرآن أو اليمسف متومي صلى الله عليه وسلم بمعنى كمبا أسماء والصفات هتوزي كتبتشها إلا كيتكوى كني قرآن أو كني حديث ونثبتها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى ناكم ثبتشها الله قيالي أما يقوم بيانا ولنغنناي سبحانه وننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق ناكم تكاس الله سبحانه وتعالى جوية جامب ولكم فرانيشا نفيوم به. نعم. طيب إذن عرفنا التوحيد شرعا ويتمجوا توحيدي شرعا إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ومكم بكيش الله سبحانه وتعالى قيالي اللي يجسفنا ونالي يجخصنا يكويمو فالمواكي نكذلك وعبديوا نانا مجينياك ناسفة وعرفنا توحيد الربوبية كذلك تكيلزي توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله بكيش الله كني متندوياك منيو
وعرفنا توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة كذلك تكاليزية توحيد الألوهية أمبايو نيكم بوكيش الله جميع عبادة وتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته كذلك تكاليزية توحيد مجينياك الله نصفة أمبايو نيكم بوكيش الله سبحانه وتعالى نقوث بتيشة مجينياك نصفة ذاك سبحانه إذا ما هي المسائل الثلاثة وإذن يابي يلي مسائل متات المسألة الأولى لابد من إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية بالأسماء والصفات مسألة كوانزا لزيما كثبتشا أو كمبوكيشا الله كوني توحيد الربوبية نا فيلا فيلا توحيد يمجين نصفة المسألة الثانية إفراد الله بالعبادة مسألة يبيلي نكمبوكيشا الله كوني عبادة وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته كما الله سبحانه وتعالى هتاكي كشركيشا نا يوتي كوني عبادة كوني وجواك لا ملك مقرب سي ملائكة علي قريب ولا نبي مرسل ولا سمتوم علي توما إذن لا يمكن أن يشرك مع الله أحد لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة عليهم السلام ولا الصالحين ما نعيفاي أو هي زكاني تكم تشانغانيا بموجنا الله نفيهم بفنجين ما الدليل سي ملائكة سي نبي ولا سم جميمة ما الدليل على أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته دليل نيب يقوم بمنجز مغو حيك راضي كشركي شو وأن المساجد لله هذا الدليل نعم دليل نهي قوله تعالى وأن المساجد لله دليل الله سبحانه وتعالى قوم بمسكيتي نيكي وأن المساجد لله ما معنى المساجد نيني معنى المساجد المساجد هذه المبنية مساجد كمانا هي مسكيتي اللي يجنغو هل بنيت هذه المساجد حتى يعبد فيها غير الله فإذا وجدت إنسان يعبد غير الله في المسجد تنكر عليه بدليل وأن المساجد لله كم كنت أنا أعبد وأسيك الله لن يمسكتي تم كتازا كسباب كآيهي من يزم ولبسيما وأن المساجد لله أراد أن يدفن إنسان في مسجد رجل صالح أراد أن يدفنه في مسجد ننكر عليه بأن المساجد لله كذلك أو حتى كون متميما يوزيكو كون مسكيتي تمكتازا كما ننو يا الله ليسيما وأن المساجد لله لو دعا غير الله ننكر عليه لو أتى أومبا دوا أو أتى مومبا سيكو الله تمكتازا نعم أو المساجد أعضاء السجود الجبهة والأنف وباطن الكفين والركبتين وباطن أصابع الرجلين هذه أعضاء السبع أعضاء السجود كذلك لمن معنى يا مساجد هو معنى شان في الفيونغو مجا أنا بويتومي أكون السجود وسو بموجا نبوا نا في تنجيل فيويلي كذلك مغوتي نا مجا في دول من خلق هذه الأعضاء السبعة من ناني اليومبا فيونغو هي في سابة بنيكم سجود الله هذه المساجد لله إذا لا يمكن أن تسجد بهذه الأعضاء السبعة إلا لله ويبو فيونغو هي في نفا من يزم مليو علي فيومبا نان لازم فيم سجوديه أو المساجد الأرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا لا يمكن أن نسجد في مكان على وجه الأرض إلا لمن لله لأن الله قال وأن المساجد لله يعني الأرض نعم أو كذلك إذا قد معنى يا مسجد أرضي وسباب تم عليه الصلاة والسلام وتنبيا يقوم بني مجاعلي ويقوم بمسجد نطهارة جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا نمجعليكم بأرض نمسجد نا بلا بلا نطهار فإذا أرض يمن يزمه سبحانه وتعالى نعم فلا تدعو مع الله أحدا وسيومي بموجة نا الله نا يويوتي ما معنى أحدا نيني معنى أحد يشمل كل أحد أحد يتشنغاني كو كلا كيتو نبي نمتومي أولي أو نمجميمة أو ملك أو ملائكة أو جني أو جني أو صالح أو عبد صالح ثم ميمة إذن يشمل كل أحد ممن يعبد من دون الله فإذا يتشنغاني كو يويوتي أن يعبدي وأسيكو الله هذه المسألة الثانية هي اليوم مسألة يبين المسألة الثالثة مسألة تاتو البراءة من الشرك وأهله نيكو جيكمبالي نشركي نوشركين لابد من البراءة من الشرك وأهله
lazima kujieka mbali na shirki kadhalika washirikina. كيف نبرأ من الشرك واهله؟ vipi tujitenge na shirki na washirikina? بالقلب kwa moyo, واللسان na ulimi, والجوارح العمل na viungo. بالقلب kwa moyo لابد من بغض الكفار وعيادهم واحتفالاتهم وطقوسهم والشركيات والبدع. لازم كتشكيا مكفار وشركين كو جمله. باللسان تصرح بلسانك بهذا. قوليمي ني كيذيريشا يالي ambayo ulio yaitakidi kwenye moyo, yani yale uliyochukia kwenye moyo uyadhihirishe kwa ulimi. Innani bara'u mimma ta'budun, kwamba mimi niko mbali na vile mnavyoviabudu. Biljawarih, adam musharakati alkuffar fi iyadihim, la nusharikuhum fi iyadihim, kwenye viungo ni kutoshiriki katika sherehe za makufaru. Fi ihtifalatin fi tuqusin fi shirkiyat fi albid'a, kwenye hafalat zao, sherehe zao, mushirikina wao na mambo yao yote wanaoyafanya. Naam, kaas alalam, kama kaas alalam, yani hili maana ya vikombe vya ulimwengu, world cup, yani ma yushahid kaas alalam, usishiriki, yani musara'a alhurra, yani mashindano ya ile mpira michezo. انقسم الناس في التعامل مع غير المسلمين الى طرفين ووسط, يعني watu wamegawanyika kwenye kuamiliana na makufari kwenda kwa ncha mbili na katikati. انقسم الناس في التعامل مع غير المسلمين الى طرفين ووسط, يعني watu wamegawanyika kwenye kuamiliana na wasio kwa Uislamu, yani makufari, sehemu mbili na katikati. قسم يتعدى على الكفار بالقتل, kuna wengine wanaofanya uadui makafiri kwa kuwaua. Wa akhdha al-amwal, na kuchukua mali zao. Was-sab wash-shatm, na kuwatukana. Wat-tafjir, na kuwalipua. Hala qism, hiyo ni qismu nyingine ya kwanza. Al-qism athani, sehemu ya pili. Aksa al-awwal, kinyume na wale wa kwanza. Yusharikum fi iyadihim wa fi ihtifalatihim fi tuqusihim, wako pamoja nao katika sherehe zao na hafalati zao na mambo yao. Utadhanna ni wahid minhum, utadhania kana kwamba yule mtu ni miongoni mwao. Wa qism wasat, na kundi la tatu hao katikati. La ifrat wala tafrit, hawakuvuka mipaka wala hawakulegeza. Yafi liha kuffar bil uhud, kutekeleza wale makufari ahadi zao. لا يتعدى عليهم لا بالقتل ولا بأخذ الأموال ولا بالسب ولا بالشتم. هوفنيليه وعدويك وقووا ولا قوتكانا. يتعامل معهم في البيع والشراء. وعمل ينواه بموجة ناو وقنونوا نقوزا. يدعوهم إلى الله. نقوى لنغنية قدقوا الله. يعاملهم كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار. نو عمل ينناو كما امتم ألف وعمل يننا ما كفار. ولا يشاركهم في عياد محتفالات المتقصر. ولا حشيكياني بموجة ناو قدق الشرع إزاب. إذن الوسط هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ويبو هاو قدقاتي ديو اليوفوات انجي امتم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم, من يعيد لي ما أخذنا الآن؟ ناني أتعيز قرقيش يا لي تليو تقول المسائل الثلاثة ما هي؟ المسائل المتات. نعم, بسم الله. المسألة الأولى إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات. نيكم بوكيش الله سبحانه وتعالى كون يفلم واكي نصف زاكي نكون معبود. الثانية يا بيلي إفراد الله بالعبادة, لا يمكن أن يعبد غير الله. أوكي إن شاء الله كون عبادة ما أنا أستحيكك وعبود وأسيك الله. الثالث فتاتو البراءة من الشرك وأهله. نيكو جيكم بالي نشركي نوشركين. كيف تكون البراءة من الشرك وأهله؟ فيبي كو جيكم بالي نشركي نوشركين. من يعرف؟ كيف تكون البراءة بالقلب واللسان والجوارح؟ vipi kujiweka mbali na ushirikina kwa ulimi na kwa moyo na kwa viungo vilivyobakia. Wa akhadhna aqsama an-nas fi at-ta'amul ma'a al-kuffar, na tukataja vigawanyo vya watu kwenye kuamiliana na makufar. Ila tarafain wa wasat, naam, kwamba sehemu mbili au ncha mbili na kuna katikati. Tayib, hadha huwa al-qism ath-thani, hiyo ndio qismu ya pili. المسائل الثلاثة كني مسائل المتات, وقلنا المسائل الثلاثة غير الأصول الثلاثة, وقسم يقوم مسائل المتات سيهاي وسيزي لأصول تات. وعرفنا التوحيد ناتوك إليزي التوحيد,
وأنواع التوحيد الثلاثة. نبي جوانب في التوحيد في تات. نعم. الآن نأخذ القسم الثالث. صحيح تتزعم زيها قسم يتات. ما هو القسم الثالث من أقسام الكتاب؟ قسم يتات كوني كيان تفيدام. نعم. لماذا ندرس التوحيد؟ كونيني تنايسوم التوحيد. يندو قسم يتات كوني كيان كتاب هيك. تقدم معنا في أول درس. يمتنقولي كوني درس مانز ودراسة هيدو. لا يقبل الله يعمل إلا بالتوحيد. قم بمنيزمك سبحانه وتعالى حتى قبال عمل يمجيوته بلا توحيد. لا يدخل الجنة إلا موحد. هينجي بيبوني إلا متو التوحيد. استقرار الأمن. فاتا أماني. تكثير الحسنات. ني كفوتيو مذامي. تكفير السيئات. ذلك كو زينيشيو مزوري. حتى لا نقع في الشرك. يلي تسينجي كوني الشرك. نعم. طيب. الآن لو أخذ إنسان هذا الجهاز. جهاز هذا. نعم. لو أنت وقد تقسمه كما هي. فهذا الجهاز وضع الجهاز وأخذ الماء هكذا. نعم. أقتكو ماجي نقتكو إلسيمو وأخذ يصب الماء ويشرب بالجهاز هذا. أقتكو جوا سيمو ماجليا يلي ماجي جوا سيمو ولفوا ينقونه. ماذا نقول عنه؟ تسمى أنا نيني وين؟ مجنون. تسمى أنا وزيم. لماذا؟ ونيني. نعمل سمام شوف هنا هم يتكلموا الاثنين ما زنقوم زانيتي أولي نا كاتيكا شريعة لزوهيك هابا كنا كزنقوم تعال هنا عندي تعال هنا ما حد يتكلم كلهم تعال هنا أسيونجي يوتي تكيوا كاتيكا نعم فنقول عن هذا الذي يشرب الماء بهذا الجهاز نقول عنه مجنون لماذا ويبر تسيما هو أن يكون ماجي وكتم ياسيمو هو من دوازيمه كونين اجلس نعم لماذا كونين لأنه لا يعرف أن هذا الجهاز ليس لشرب الماء هذا للاتصال أو إرسال الرسائل مثلا السبب هي هكجو أو هجو يقوم با يعني فايدة يسيمه قوم بسيمه سيقو تمي أكون ماجي نيقبي أكون تمي أكتك أكون زمومزا طيب أنت لماذا خلقت وهي كونين أميومبا تلعب وجوا تأكل تشرب أولي نكونوا تنام كلالا إذا اشتغلت في هذه الدنيا بغير العبادة أنت مجنون كي يشغليش أولي منقهو يامبلولوت يسيقوا أنكم معبود الله ويونا وزيمو به مثل الذي يستخدم الجوال في شرب الماء كان ويقام بيولي أمبايا يعني يتم يسيمك وكنا ماج إذا ليس الإشكال في معرفة الغاية من خلق الجن والإنس لأن الكل يعرف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا مشكلة هاوكو كما بمتو نجوا لنغو اليومبيو وسباب من يزيم وشتومبيو سيكون بمجيني نبينا دامو إلا وعبادة الإشكال كل الإشكال في العمل في التطبيق تتيزو اللي كوهابا كوني كتندا كازي وشجوا وميومبا كوعبادة جي إلى عبادة ويفانيا لأن كل أكثر الناس الآن يعرف هذا السؤال والإجابة لماذا خلق؟ يقول لعبادة الله طيب العمل عكس هذا فكل موجة يواجهوا إلي كما هي مهمة كواجه لعبادة لكن يجي يفني العبادة ولهذا ترتاح إذا دخلت إلى المسجد وكنت في طاعة الله ترتاح وتسعد والله وإذا unahisi raha ikiwa umeingia msikitini wakaa ufanye ibada au katika ibada wasikia raha ndani ya moyo رمضان مثلا مفانو رمضان هذا الشهر تصوم النهار mwezi huu unafunga mchana تقوم الليل na kusimama usiku تقرأ القرآن تصوم القرآن تعمل في رمضان ما لا تعمل في غير من الأشهر. كوني عبادة كوني رمضان يا بعضه فاني كوني ميزي مني. طعام قليل وعمل كثير.
chakula kidogo lakini amali yako ni nyingi. Watartah na wapumzika. Limadha? Kwa nini? Lianak tusakhir hadha albadan fima khuliqa lah, tartah. Kwa sababu furaha unayopata kwa sababu mwezi huu wa Ramadhani wajishughulisha kwa yale ambayo uliyoumbwa kwa ajili ya hayo. Fa idha ishtaghala al-'abd bi'ibadati Allah sa'id. Kwa hivyo mja akijishughulisha na kumwabudu Allah la shaka atakuwa na amani na utulivu na furaha. Wama hiya afdal ibada ba'da al-wajibat, ma hiya afdal ibada, na ni ipi ibada bora kwenye baada ya yale aliyolazimisha Allah? Aya, afdal ibada taqarrab biha al-'abd ila Allah subhanahu wa ta'ala ba'da ma awjaba Allah alayhi. Ibada bora mja anaojikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ma hiya? Talab al-'ilm, ni ipi? Ni kutafuta elimu. Wa qur rabbi zidni ilma, Mwenyezi Mungu anasema mwambie, ewe Mola wangu, qur rabbi, mwambie Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nizidishie elimu. Yastazid min mala, min almal la, min alilm. Atafuta nini azidishiwe? Illa bihadha, biziada min hadha, min alilm, ni kutazidisha elimu, si mali wala vitu vingine. Naam, alhanifia هي المله المائله عن الشرك المبنيه على الاخلاص والتوحيد الذي دائما يرجع للتوحيد ويبتعد عن الشرك هذا هو الحنيف. حنيفيه ني ile mila ambayo imeenda mbali na shirki yenye kuelekea kwenye ikhlasi na tauhid. نعم, تعبد الله مخلصا له الدين, كمعبود الله tena kwa ikhlas kwake kwenye dini. نعم, هذا هو القسم الثالث. لماذا ندرس التوحيد؟ هي ذو قسم يتاتو قوانين تنيسوما توحيد. القسم الرابع, قسم ينه, ما هو؟ شرح الأصول الثلاثة. نعم, قسم ينه نشرح هذه الأصول الثلاثة. نعم, فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة؟ كيوليزوا نزيبي أصول الثلاثة, ما هي الأصول الثلاثة؟ من يعرف؟ نزيبي أصول الثلاثة, ما هي الأصول الثلاثة؟ أسئلة القبر, نيالي مسؤالي قبرين, معرفة العبد ربه ودينه ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. كم جوا مجا مولواك نمتمواك نكذلك كفهام الإسلام أو دينياك أو جمل. فإذا قيل لك من ربك؟ وكيوليزوا ناني مولاك؟ من يعرف الإجابة؟ فإذا قيل لك من ربك؟ وكيوليزوا ناني مولاك؟ تسمعني. تقول ربي الله. تسمع مولاكني الله. الذي رباني. باين دي من يكون يوم بميمي. ورب جميع العالمين. نكومبا بيوم بفوتي. بنعمه. ونعمة زاك. فإذا كان هو الرب يكوين دي مولا وهو الخالق ندي من يكومبا وهو الرازق ندي من يكرزوك وهو المدبر ندي من يكومبا لابد أن يكون هو الذي يعبد لازم هو آوي ندي من يكوعبد الذي رباني ورب جميع العالمين لا يوجد رب إلا الله ألي يكومبا نقول يا ويوينا في يوم بفوته huyo ndiye anastahili kuabudiwa na si viumbe vingine. Wa idha kan huwa ar-rabb la bud an yu'bad, ni ikiwa yeye ndiye rabb lazima aabudiwe. Khalaq, meumba, wa razaq, na akaruzuku, wa amadana bin ni'am, na akazujishia neema. Kayf yu'bad ghayra Allah, vipi aabudiwe asiyekuwa Allah? Hadha at-tauhid, tauhid ar-rububiyyah, lam yunkiru ahad. توحيد هي توحيد الربوبية حكونا يوتي عليكتا ولا يستطيع أحد ينكر هذا التوحيد ولا حكونا يوتي أوزك بينجا لأن كل واحد في نفسه يعرف أنه مخلوق بل كلا أنت لأن نفسياك يوحسين يوجوه إلا ما يحدث ممن يتكبر إلا ويعاند ويالي أنباو واتو يا أو تكيكو بعد يا واتو واجلي كبري مثل ما حصل من فرعون والنمرود كما اللي بتوكيها كفرعون وإلا هو في قرة نفسه يعرف أنه مخلوق إلا فرعون من يوالكوا نجوا كم بيني أمي أمبا إذن إذا قيل لك من ربك
ukiulizwa nani mola wako, taqul rabbi Allah, sema mola wangu ni Allah. Wa idha kan huwa ar-rabb labud an yu'bad, nikiwa yeye ndiye mola lazima aabudiwe. Naam, idhan hal yasih an yusraf shay min al-ibada walau qalil li ghayri Allah, je yafaa kufanywa ibada au kuegemezwa ibada yoyote asiyekuwa Allah? Yumkin, ma yumkin, haiwezekani. Tayib, man sarafa shay'an min al-ibada li ghayri Allah, ma hukmu, atakayefanya ibada hakuifanya kwa ajili ya Allah, hukumu yake nini? نحن في سوق الخضار، اسألهم، نحن نجلس في سوق الخضار في السوق، تكو سوقون يابا، عيب، ما حد يتكلم هنا إلا برفع الإصبع، سيزنقوم زي بلا كوين نواكي دولي هناك في السوق كل إنسان يتكلم، سوقوني كلام تيونجيات، هنا ما حد يتكلم إلا برفع الإصبع، عيب والله عيب، صحيح؟ طيب، ما حكم من صرف شيئا من العبادة لغير الله مع الدليل؟ يبي حكمه يا يلي أم بايا لفني عبادة حق يفني قواجل يا الله. مشرك كافر، هذا دليل، مشرك كافر، كفر أكبر، مشرك تينا نكافر كفر أم بايا نكبر. لكن عندنا مسألة مهمة 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 جدا، لكن كنا مسألة أمامي مهم مهم سان. طالب العلم يتعلم الحكم على الفعل، منافونزي أنا سوما مسألة أو إلى علم وقجوة حكم يا كتندو. أما الحكم على الأشخاص، أما كم حكم ممتو، فلان كافر، فلان نكفيري، فلان مبتدع، فلان نمتو بدعة، فلان ضال مضل، فلان أمي بوتيا، لا هذا ليس لي ولا لكم، هي سيامو ولا سينو نيني، هذا لكبار العلماء للمحاكم الشرعية، هي مسألة هذا قلقكم علماء قبوة. نحن نتعلم الآن الحكم على الفعل، سيسي تنصوم حكمه تجوه حكمه يا كتندو، حكم على الأشخاص وحكمات، حكم على الحكام، حكم يا فيونغوزي أو حكم فيونغوزي، حكم على العلماء وحكم مع علماء، هذا ليس لنا، هذا لكبار العلماء، هاي سيد سيسي هاي يا علماء للقضاة الشرعيين، القضاة الشرعية، مفهوم؟ أي نعم. طيب لو جاءت مرأة الآن، جاءت مرأة الآن دخلت، لو منامك يا منكوجا منجيا وسألت أكوليزا عن كلام قاله لها زوجها مثلا، كوليزه قوس مساله ambayo mumee mwambia مثلا، وقالت هل انا طالق ام لا، يا كوليزه جي ميمي نيمياچيكا او بعده، في واحد فيكم يفتيها هنا؟ تفتيها انت؟ لا تفتيها انت، انت الشيخ ما حد يفتيها هنا. نعم، يي kuna mtu yote ambaye angemjibu kumpa fatwa sema hakuna mtu hapa ambaye ingempa. Idhan khuruj mar'a min ismat rajul la naqdir alayh, idhan kutoka mwanamke chini ya dhamana za mumewe hatuwezi masala hayo kuzungumza. Fa kayfa khuruj insan min ad-din bil kulliya naqdir alayh ma naqdir, je mtu ambaye mtu kutolewa kwenye dini sisi tutahukumu ama hatuwezi? Idhan tahfaz lisanak min al-hukm ala al-ashkhas, kwa hivyo hifadhi ulimi wako juu ya kuhukumu watu. Ama alhukmu alfi'l hadha wadih insha Allah, ama kutoa hukumu juu ya kitendo ni jambo ambalo liko wazi. Ila mata hata tusbih alim min kibar alulama uhkum ma shi't, mpaka lini? Mpaka wewe ni alim mkubwa, hukumu mtakaye. Naam, anwa' alibada allati amara Allah biha, vigawanyo vya ibada Allah alivyoamrisha. الدعاء، كوانزا ني دعاء، الدعاء ترى نسحب ممكن الساعة، الدعاء ينقسم إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء ميغوانيكا سيمو ميلي كنا دعاء يا عبادة أنا دعاء يا مسألة، ينقسم الدعاء إلى قسمين، دعاء ميغوانيكا سيمو ميلي دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء يا عبادة
دعاء مسألة دعاء العبادة الصرف لغير الله شرك أكبر دعاء ambayo ni ibada kuegemeza kuasi kwa Allah au kuifanya kuasi kwa Allah ni shirki tena kubwa kama salla wa sama wa hajja li ghayri Allah kama mtu aliyesali au aliyefunga au aliyefanya hija kuasi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ay ibada tusrif li ghayri Allah shirki akbar kila ibada inayogemeza si kwa Allah ni shirki kubwa athani dua mas'ala dua talab sual dua ya pili au kiwango cha pili ni dua mas'ala yani kaomba haja sual wahitaji kitu na yanqasim ila qismain hii migawanyika sehemu mbili vile vile fima la yaqdir alayhi illa Allah kwenye jambo ambalo uloomba hakuna awezalo kupa illa Allah sarfu li ghayri Allah shirku akbar jambo hilo kuliegemeza kuasi kwa Allah ni shirki kubwa kadhalika talab alwalad kutaka mwana mfano talab arrizq utafuta riziki inzal alghayth uteremshio mvua hadha la yaqdir alayhi illa Allah jambo hili hakuna aliwezalo asiye kwa Allah sarfu li ghayri Allah shirku akbar kwa hivyo kulifanya kwa asiye kwa Allah ni shirki kubwa athani dua mas'ala talab min almakhluq fima yaqdir alayhi jambo la pili ni kutaka kwa mwanadamu kwa kiumbe mwenzako kwa jambo ambalo aweza kukupa hali ya sahihi hili je lafa an natlub min almakhluq shay'an yaqdir alayh utafute kwa mwanadamu mwenzako jambo ambalo aliweza naam yasih bi shurut arba'a naam hiyo yafaa kwa sharti nne an yakun hay awe ile unaitaka kwake iko hai hadir mawjud la ghaib yuko pale hayuko mbali wala si kwamba hayuko qadir la ajiz aweza si kwamba hawezi na'taqid annahu sabab tuitakidia kwamba yule mtu ni sababu tu شروط أربعة شرط إن حي خرج بهذا الطلب من الميت يكو حي ويفو أميتوكا تكا كي وانغو يتو أو قيده وليكوفا حاضر خرج بهذا الغائب يعني مثلا ينادي الودي الولي الذي في الهند يعني متو آوي يكو بالي بالي ويفو تميتو ومتو أمبي يكو بالي فانو يكو بالي كما هندي وغير سمو ينجين قادر خرج بهذا العاجز آوي نويزو تميتو ويلي أمبي هانا ويزو يعتقد انه سبب يلي ان يومبا ايتقيدي ويلي ان يومبا اني كومبا ني سبب خرج بهذا ما لو يعتقد ان لهذا المخلوق تصرف خفي في الكون وان بيده جلب المنافع ودفع المضار فايو تمتوا ketika hiyo ni kwamba ugoitakidi yule anaitakidi kwamba yule anayemomba ana uwezo wa kusarifi wa au ana power fulani katikati au tasarufu zilizojificha wale kwa hivyo itakuwa hiyo ni shirki مرة أخرى الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء مجوانيك سيمون بيل لا لا خلفك أنت أي نعم ماذا قال أوليزا من سمانين منين اليوزنقوم تعال 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 هنا الدعاء ينقسم الى قسمين دعاء ميغوانيكا سهم مبيلي دعاء عبادة ودعاء مسألة دعاء يا عبادة ندعاء يا مسألة دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر دعاء بيني عبادة كيفانيا كواسيك الله نشرك تينا كبوة كمن صلى وصام وحج لغير الله كما اللي صالي اللي يفونغا او اللي نحجا اكو فانيا عبادة زيلك واجلي الله الثاني دعاء مسألة jambo la pili ni dua ya mas'ala wa yanqasim ila qismain na imegawanyika sehemu mbili fima la yaqdir alayhi illa Allah sarfu li ghayri Allah shirka akbar wa jambo ambalo hakuna aliwezalo asiye kwa Allah la shakka hilo kuliomba litakuwa ni shirki kubwa tena talab alwalad arrizq inzal alghayth kama kuomba kutaka mwana mtoto au kutaka uteremshiwe mvua wa athani dua mas'ala min almakhluq fima yaqdir alayhi jambo la pili ni kutaka kwa mja jambo ambalo aweza kukupa qulna yasih bi shurut arba'a hili lafaa kwa masharti manne an yakun hay au ile mtu yuko hai hadir yuko pale qadir ana uwezo ta'taqid annahu sabab wa yataqidi kwamba yeye ni sababu falau talaba min mayyit wa law utatafuta kwa yule aliyekufa au ghaib au mtu ambaye hayuko au ajiz au mtu ambaye hana uwezo au i'taqad أن لهذا شيء يعني خارق عن العادات
au kaitakidi kwa kile kitu au ile mtu kwamba ni jambo ambalo kwamba si la kawaida, faqad waqa'a fi shirki al-akbar, utakuwa umeingia kwenye shirki kubwa. Yani ukaitakidi ile jambo ulolitaka kwa yule mtu ni jambo ambalo haliwezekani wale, kwa hivyo ukamwomba akupe, itakuwa ni shirku akbar. Mithla ad-du'a al-isti'ana, kama mfano dua vile vile isti'ana. Ana aqul li hadha al-akh a'inni fi haml hadhihi at-tawila, kama kumwambia huyu ndugu yetu saidie tuenue meza hii. Yasah au la, yafaa haifai? Yafaa. Qulna ma hada takallama ila raf' al-isba', yasah bi shurut arba'a, yafaa kwa masharti manne, hiyo isti'ana. Hai au iko hai, hadir yuko pale, qadir na uwezo, ta'taqid annahu sabab, wa itaqidi ya kwamba yeye ni sababu. Hadha al-akh ghariqa fi al-bahr, naam, huyu amezama kwenye bahari. Wa yunadi hadha ala ash-shatir, na huyu yuko barabarani. Yaqul aghithni, sema nisaidie. Yasah, yafaa. Nanzur, hai hadir qadir ya'taqid annahu sabab, yasih. Je, tutaangalia yule aliambiwa amsaidie yuko hai, yuko pale, ana uwezo, aitakidi ya kwamba huyu ni sababu? Ikiwa ni hivyo, itakuwa ni sawa, yafaa. Idhan idha kan yatlub min al-makhluq fi ma yaqdir alayh wa huwa hai hadir qadir ya'taqid annahu sabab, yasih. Ikiwa ametaka kwa yule kiumbe na ilhali yule mwenye kuomba au mwenye kutaka msaada yuko hai, yuko karibu, ana uwezo na itakidi kwamba ni sababu, yafaa. Naam. Wanqasama an-nas fi al-i'tiqad fi al-asbab ila thalathati aqsam, na watu wamegawanyika katika masala ya sababu kwa vigawanyo vitatu. Sahih, kuna sababu iliyo sahihi. Wa shirki asghar, na sababu ambayo ni shirki ndogo. Wa shirki akbar, na kuna sababu ambayo ni shirki kubwa. As-sahih wa an ya'taqid wa yaj'al ma ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala sabab sababa, sahihi ni ile ambayo kuitakidi kile alichokijaalia Mwenyezi Mungu kwamba ni sababu, ukaitakidi kwamba yeye ni sababu. Mithali, mfano, ja'al lana Allah subhanahu wa ta'ala al-asbab tanqasim ila qismain shar'iyya wa hissiyya, Mwenyezi Mungu amejaalia sababu zimegawanyika sehemu mbili, kuna za kisharia, kuna za kihisia, yani watu wakaziona wakazijaribu zikafaa. Sharia ka ruqya sharia, sharia kama ruqya sharia, zunguo. Wa hisia ka dawa, na sababu ya hisia ni kama dawa. Hadha al-akh ladayhi alam fi al-batn, ndugu yetu mfano tumbo la msumbua la msokota. Akhadha yaqra ala batni al-fatiha, yasihha au la, akasomea tumbo lake surat al-Fatiha, yafaa haifai? Yasih, lan hadha sabab shar'i ar-ruqya, yafaa kwa sababu hii ni sababu ya kisharia ambayo ni ruqya. Naam. Au akhadh shay min ad-dawa wa sharib, yasih? Au akachukua moja au baadhi ya dawa akameza, yasih? Hadha sabab hissi, kwa sababu ile ni sababu ya kihisia. Idhan hadha al-qism al-awwal wa huwa as-sahih an ya'taqid wa yaj'al ma ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala sabab sababa wa Allah subhanahu wa ta'ala ja'alana al-asbab shar'iyya kar-ruqya shar'iyya hissiyya kad-dawa. Kwa hivyo hiyo ndio kismu ya kwanza, kujaalia lile alilojaalia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ni sababu, ikawa ni sababu, na hizi sababu zimegawanyika sehemu mbili, kuna sababu ya kisharia kama ruqya na kuna sababu ambayo ni ya hisia, mijaribiwa, watu wamefanya, imesaidia kama hizi dawa. Wa idha kana ya'taqid anna as-sabab huwa al-mu'athir bi dhatihi fa hadha shirk akbar, lakini law ataitaqidi kwamba ile sababu yenyewe ina taathiri, ina uwezo yenyewe, hiyo ni shirku asghar. Ba'd an-nas hadana Allah iyyahum, na baadhi ya watu Allah waongoze, yadha ala al-bayt au ala as-sayyara, weka kwenye nyumba au kwenye gari. Ra's ath-thawr, kichwa. Bas, ra's thawr, thawr. Naam, kichwa cha ng'ombe au al-asad au simba au samaka al-hut au samaki au yadha hadha alladhi hafir al-faras alli yudha fi rijl al-faras al-qit' al-hadid au kile chuma ambacho fungwa kwenye farasi au kaf au mkono kitengele au ain au jicho au ba'd al-ashya' yani lawnaha azraq
أو بعض يبيت الخواتم هذا لكن لون أزرق فانبوكلا يا جرين أو بعض الأشجار أو بلو أو بعض يبيت خرزة زرقاء زرقاء مو خضراء إيه زرقاء طيب ترجم بعض يا فيتو أمبو كلاياك نبا نيني با جرين أو أعين الذئاب أو ماتو يمبوميتو أو بعض الأعضاء من الحيوانات أو من النسر أو بعض يا فيونغو با حيوان أو نياما أو بعض الأشجار أو بعض يا ميتي أو أشياء يأخذها من البحر أو بعض يا فيتو فيتشكو بهريني موجود عندكم كثير زيكو زيكو زمينيا صحيح أو يكتب بعض الكتابات أو عندك بعض يمانديش أو يضع بعض الخرق خرق قماش أو بعض الدبارة موجود إيه؟ نعم إذا كان يعتقد أن هي التي تدفع العين وتدفع الجن والشياطين فهذا شرك أكبر إكيو أنا يعتقد يا كم فيل فيتو نيفو فيني كتوا جيتشو أو فاكينجا جيتشو أو فاندوشا ماجيني ينشرك أكبر وإذا كان يعتقد أنها سبب والله سبحانه لم يجعلها سبب فهذا الشرك أصغر لكن لو أتجعليها كما نسباب نمونيزم قحق جعليها في تفيلك ونسباب هي نشرك لكن شرك دوغو إذن هل يمكن أن نضع هذه الأشياء على السيارات على البيوت على الأولاد جيكو إيفو يفات ويك في تهيفي مجمباني وتوتو ونمغاري لا هيفاي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه دواب ولديه دار ولديها أولاد ولم يصنع هذه الأشياء سباب متومة صلى الله عليه وسلم لكوانا ونياما لكوانا وتوتو ناكو فانيا فيتو كما يفو أعين الذئاب ماتو يا مميتو رأس الثور رأس الذئاب رأس الأسد فيتو فا سيمبا رأس الحوت فيتو فا حوت خرز زرقاء أشياء من البحر نفيد بكتور يا باريني حافر الفرس كواتا 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 زفراس أعضاء من الحيوانات نفيونغو فوانياما كف في تنجيلي أو مكونو خرق تمبارا بعض الأشجار بعض يفيتو كذا يكتب بعض الكتابات وعندك بعض يا مانديش إذا يعتقد أن هي مؤثرة بذاتها شرك أكبر ikiwa itakidi ya kwamba vile vitu vyenyewe vina uwezo wa kuondosha au kuleta manufaa la shaka ni shirki kubwa ya'taqid anna sabab hadha shirk asghar law taitaqidi ya kwamba ni sababu hiyo ni shirki ambayo ni ndogo Sheikh Muhammad tawqaf simama bana ambo simame madha qal سمعني بسمانيني تعال هنا نعم الآن نراجع هذا اللي أخذنا إن شاء الله تكتبوه وإن شاء الله بعد صلاة المغرب نعيد مرة أخرى هذا الدرس لأنه مهم جدا إن شاء الله سمع وإيو سعيب تتا كاوت وفاني وانديكي فيلا والفوسكية بعد المغرب إن شاء الله تتارجيا كدوغو درس هي وسابينو مهم وكيشا تندلي جزاكم الله خير بارك الله فيكم جزاكم الله خير